السلام عليكم. بالإنتاج بالبرنامج الجهة الثانية وراء الزجاج يقولوا لي تبدأ تحكي لما تبين صورتك على الشاشة. أوكي، هي صورتي على الشاشة وهني بدي تحكي. برحب فيك، أجمل ترحيب، المحامي رأفت أسدي في برنامج مخالفات على الطريق. أهلا وسهلا فيك. منين جاي؟ من حيفا. وكيف صار اليوم؟ هدوء؟ الحمد لله هدوء. أوقفت الحرم قبل يومين ثلاثة لما بوقت من النوع ولعت كوين، كان صواريخ فوقنا ومن كل الجهات. كان صعب عليكم كأهل حيفا؟ كان صعب جدا من عم أبو فادي، كتير صعب. بسمع أنا كمان من ساري ابني ومن شادي ابني، وين أنت بسمع منهم؟ لما بصير صفرات إنذار في الشارون في منطقتنا، فبتلفنوني طوالي بدون ما يبقى شيء، من انا بسمعش صوتهم، بتلفنوا يطمنوا بده يطمنوا مين سمعنا ولا ما سمعناش الصفرات. صحيح صحيح. بتقول انه هدوء اليوم. اليوم هدوء الحمد لله. جابني يا زلمه نيجي على الحمد لله. اهلا وسهلا فيك، نشرب اسبريس هناك واشوف الاصدقاء وهيك. يا ريت. ماجي اوكي. المحامي رأفت أسدي، احنا في برنامج مخالفات على الطريق. وقبل ما ابدا اقرا لك اسئله اللي وجهوها بعثوا لك اياها، بدي اسالك السنه بشكل خاص بيحكوا عن عدد كبير من الضحايا على الطرق، شو تفسيرك؟ يعني ارقام هائله استاذ بسام. يعني حوادث الطرق من يوم ليوم عم تزداد، وانا حسب رايي كمحامي دفاع عم بداول او بعالج هاي الامور بشكل يومي استاذ بسام. العامل الرئيسي لحدوث حوادث الطرق هي سلوكياتنا احنا، سلوك السائق. يعني السائق لما ما يكون مركز بالسياقة هو احتمال كبير يكون معرض لحادث طرق، او لا سمح الله لحادث طرق كبير او شنيع او قاسي. بخوفني انا اخي المحامي رأفت أسدي، اللي بخوفني بدي اشوف ايدي مبينه، انه بتكون انت ماشي صحيح، بيجي واحد من وراك بصير يلف هيك يعمل هذا اللي بقول لك اياه، هذا اللي بقول لك اياه، سلوكنا خوف بالسياقه بموتوني خوف. يعني بيكون قريب، يعني قاب قوسين او ادنى من حادث، وهي بتصير كل الوقت، حتى لدرجه اني كنت اقول يعني بتصير بالبلدات العربيه. بعدين كمان شفت انه بلدات يهوديه بتشوف نفس الحركه، بصير يلف منين ومنين يلف من سيارات بسرعه هائله. بس برضو بقول بديش اقول لك ما اعرفش انا هوية اللي بيعملوا هاي الأشياء، بس بالشارع بالمجتمع العربي خطر كثير. خطر. مش بس أستاذ بسام بالمجتمع العربي، وإنما بكل أنحاء البلاد. هاي الحوادث الطرق منشوفهاش بس بفئة معينة من السائقين، يعني بتشوفهاش مع ناس اللي هني عندن سجل جنائي أو عندن سجل بقضايا بمخالفات السير، وإنما بنفع تشوفن مع ناس اللي هني سائقين اللي بيمشوا على الصراط المستقيم. كيف يعني اليوم حادث طرق أستاذ بسام أنت مش إشي مخطط تطلو، مش إشي أنت طالع ومخطط زي كيف ما بتعمل مثلا عمل جنائي. أنت مجرد تيجي على مفترق طرق، بدل ما تعبر بالإشارة الضوء الخضراء اللي هي على المسلك تبعك، أنت بتتخربط لمدة ربع تاني وبتعبر على إشارة الضوء الحمراء اللي هي على المسلك التاني. أو أنت بتيجي على مفترق طرق وبكون عندك إشارة كف وبتوقفش. مش نفهم المحامي رأفت أسدي، يعني محتمل قسم من السائقين يعني يكون جاي على إشارة ضوئية، يعني يشوف الإشارة الضوئية المعكوسة العكسها ويفكر انه اخضر عنده ويكمل، فساعتها انت هون خطير جدا. وياما بهاي الحالة صار في حوادث طرق استاذ بسام مع ضحايا كبيرة. كمان شغلة، انت بتوصل على ممر مشاه وبتعطيش حق الأولوية لعابري السبيل، انت بتتجاوز سيارة وبتقدرش يعني بتشوفش السيارة، لازم انت لما تتجاوز سيارة لازم تاخد حذرك، يعني تتجاوز بطريقة حذرة جدا. يعني جدا شو يعني اوكي تجاوزت السيارة، شو الحذر اللي ينبغي؟ انت لما تتجاوز سيارة، اول شيء مش لازم تتجاوز اكتر من سيارة واحدة، ولما انت تتجاوز سيارة بس انت بشارع في سربين او في
أكم من مسلك، مسلكين أو اتجاهين أو يعني اللي إحنا فاهمينه، تقدر يعني بتبقى عندك حرية أكثر إنك تمشي. صحيح، بس أنت لازم تشوف تأخذ حذرك من السائقين اللي جايين من الجهة الثانية. هذا إذا فيش حاجز بين الشارعين 100%. أما الحوادث بتصير برضو بدون هالواسطة. صحيح صحيح، لما أنت تتجاوز بقلب البلدة بدك تشوف تعرف أو تأخذ حذرك من الأولاد أو الأطفال اللي بتعبر الشارع بدون ما يكون في ممر مشاة. هاي منشوفها أستاذ بسام بالبلدات العربية وبالكرة العربية، فيش هناك ممر مشاة، فالأولاد بتعبر بالشارع مش هيك. مش بس هيك رأفت، بتشوف كل السيارات على أرصفة الشارع، كل السيارات على أرصفة، والأطفال بتفوت بيناتهم وأنت بتشوفش ولا حدا وبصعوبة 100%. وبرضه حتى يعني مثلا زي بدك تكون أنت إنسان يعني سائق مهني 100% ولطيف ومحترم ومتحرم، أنت قد تقع أنت ضحية، ما تشوفش فعلا، ما تشوفش لما فيش على الناس اليوم في المدن العربية كلها، كل المدن العربية فيش للناس محل اللي يمشوا على رصيف، فيش الرصيف صار محل السيارة. على فكرة هاي مشكلة كل دولة إسرائيل، يعني برضه بالشارع اليهودي بالمواقف 100%. فيش مجال إنك أنت تمشي على الرصيف، وين بدك تمشي؟ مش على الشارع. الشارع وحياة الله، الواحد بيبقى يمشي وبتنطز، بيبقى يتنطوز خايف إنه شو يصير. صحيح، عشان هيك أستاذ بسام لازم نأخذ حذرنا. السيارة هي يعني آلة كتير خطيرة. اليوم لما الشخص يأخذ رخصة لازم إحنا، أنا كمان بقولها، أنا عشان يعني بشوف هاي الشغلات على مدار يومي أستاذ بسام، لازم يكون عنا خلال فترة قصيرة، كل فترة قصيرة يكون عنا دائرة المواصلات تجبرنا نعمل دورة تنشيطية، دورة بالحفاظ على الطرق، أو يكون هذا الإشي درس أساسي ببرنامج التلاميذ الثانوية. هاي الموضوع كان بالزمانات قبل 20 سنة على زماننا، أما إسا بطل هذا الموضوع أساسي. أنا حسب رأيي زيه زي اللغة العربية، زيه زي اللغة العبرية والإنجليزية، موضوع أساسي. الإنجليزي المحكي عليها مشكلة، الإنجليزي المحكي بده كيف عمي أبو أستاذ بسام نتعلم قواعد اللغة العربية واللغة العبرية، لازم نتعلم قواعد السياقة. بالسياقة مش بس لازم تتعلم المعلم السياقة يبذل ما فيه الكفاية من الجهد لتعليم السياقة لطالبه، ولا في أشياء اللي إحنا بنعرفهاش، يعني ربما هو بتهاون مع قسم على خلفية علاقات طيبة بين طرفين. لا مش بالضرورة، مش بالضرورة معلم السياقة أستاذ بسام بعمل جهده، بعمل قدر المستطاع علم التلميذ قديش ما بقدر، اما في حالات اللي حالات يوميه، حالات اللي بيقدرش يشوفها التلميذ بدرس السياقه. فعشان هيك انا حسب رايي كل فتره معينه، كل 6 أشهر يعني يعطوا للسائقين دوره تنشيطيه، دوره مانع. اليوم دوره مانعه انت بتاخذها بس بعد ما تاخذ مخالفتين. بس بيحكوش كل 6 أشهر يعملوا دوره، كل سنه، كل فترة زمنية قصيرة لازم. لا هاي دورات توعية. امبارح كنت بالشارع اخي المحامي رأفت اسدي من حيفا، اصلك من دير الاسد. صحيح، بس انت حيفاوي اليوم. صحيح، واحنا ماشيين بحد الشوارع في الطيبة، اوكي في الطيبة بقدر اكون في الطيبة، ماشيين بشارع صحيح في دوار. هسا بدوار بتعرف دائما حق السير بيكون للسيارة اللي بالدوار 100%. هسا احنا ماشيين بالدوار، فجأة بنت بتسوق سيارة، أول شيء زي الطير حامل التليفون ولفت لفة على جهة معينة على اليمين، عملت اللي خربطت حتى الواحد صار أنا خربطت، شو بدي أعمل يعني، كيف بدي أتصرف معها؟ يعني تقدر حدا بقدر يعالج هاي الأشياء. عشان هيك شفت انا بشوف دعايات كثير لدعايات للرلبات اللي هي الجهه الاسرائيليه الشبه حكوميه اللي بتحذر واللي بتعنى يعني بتقليص حوادث الطرق بقدر الامكان، بشوف لهم دعايات. هل بتاثر هاي الاشياء؟ كل شيء. وشو بالنسبه للبنت اللي عملت هيك وهي بتحكي بالتليفون
وزي الطير، وفاتت يعني حق دخول حق الأولوية مش إلها. صحيح. يعني كان إلنا ويعملت هيك وطير. هاي إذا مسكها شرطي أستاذ بسام بيعطيها مخالفتين، مخالف إنه هي ماسكة التليفون، ومخالف إنه هي ما أعطت حق الأولوية للسيارة اللي عقبالها. عشان هيك أنت في بيقولوا مثل بالعبراني، أنت مجبور تكون مش بس صادق وإنما ذكي. ذكي يعني اليوم لازم تقرا سلوك السائق اللي امامك، السائق اللي خلفك، السائق اللي بجانبك، لازم تقرا عبر السبيل اذا بده ينزل على ممر المشاة او بده يكمل. اليوم استاذ بسام انت مش انت وصفت حاله معينه، وفي حالات بتصير بشكل يومي. انت ماشي بالشارع على الصراط المستقيم كيف ما بيقولوا بسيارتك، وناس ماسك التليفون، يعني الناس عبر الشارع وهي ماسك التليفون تبعت رسالة أو تحكي بالتليفون وهي بتطلعش ولا على اليسار ولا على اليمين. فأنت بدك تقرأ أفكار هاي البني آدم إذا هو بده ينزل على الشارع، أو إذا نزل على الشارع إذا بتطلع عليك ولا لا. فعشان هيك هاي كمان واحد من العوامل اللي بتأدي لحدوث حوادث السير. والقانون أستاذ رافت أسدي بيقول إنه إذا واحد أجا بده يقطع الشارع، ما دام هو مش قاطع مش مجبور انت توقف له، حتى طيب يخلص، يعني مش اذا ملك من نص الشارع ساعتها بتقدر، لا بدك تضلك واقف تمنى يقطع الشارع ويوصل الجهة الثانية وحط اجرع الجهة الثانية يطلع. لانك اذا انت مشيت وهو لسه مش ذايقته انت سببت خطر عليه. وحتى القانون قوانين قوية بس صحيح، وفي تعديل بالقانون أستاذ بسام بقول لك إذا حتى ولو مجرد هو واقف بدوش يعبر، أنت مجبور توقف لقديش لحد ما أنت تشوف إنه هو مش عم بدوش يعبر، أنت بتوقف لمدة تانيتين ثلاثة. شو بعمل كمان؟ بزمر كمان بنفع، كمان يعني انك هاي كمان حالي اللي بتساعدك اذا انت تكمل ولا لا، انه بده يمشي ولا لا، عشان انا اكمل ولا لا. في اسئله كثير هنا جابوا لنا اياها، احنا بنرحب بكل الاسئله. استاذ بسام اول سؤال بقول هيك، الله يحميكم ويعطيكم الف عافيه، بس اذا ممكن تشرحوا عن الكاميرات اللي لونها اسود بالشوارع، شو بتخالف هاي الكاميرات؟ معكم ابو احمد من يافت الناصر من لهجه الكتاب مبين من الجليل من الشمال. أهلا وسهلا بأهل يافت الناصري. أستاذ بسام، في بعرفش إذا أنت شفت هاي الكاميرات، كاميرات جديدة، كاميرات منصوبة بالشوارع، كاميرات قصيرة، مش الكاميرات المشمشية اللي بتشوفها اللي بتوثق مخالفات سرعة، وإنما كاميرات قصيرة بتكون بنص الشارع أو على جنب الشارع. هاي كاميرات إلكترونية حديثة، هاي بتوثق مخالفات التليفون. انت ماشي ماسك التليفون او بتطلع على التليفون، الشرطي بحرر لك المخالفة وهو قاعد بمكتبه بالشرطة. اذا انت تجوزت سيارة بطريقة غير قانونية كمان بحرر لك مخالفة وانت مش داري عليها. اذا انت عبرت مفترق طرق بشارة ضوء حمراء، هو بيكون بوثق هاي الكاميرا، بتوثق هاي الشغلة وبيبعتوا لك المخالفة على البيت على اسم صاحب السيارة. اذا انت ما اعطيت حق أولوية لعبر سبيل كيف ما حكينا، كمان هاي الشغلة هاي الكاميرا بتوثق هاي المخالفات. يعني هاي الكاميرا بتوثق أربع مخالفات، وهاي المخالفات تحرر بعد أكم من شهر معهن الشرطة، خلال أربع شهور يبعثوا هاي المخالفة على عنوان صاحب السيارة. بكل هاي كاميرا كثير ناجعة. لا هاي أستاذ أبو فادي خلوها، رجعت السكن، رجعت بالآونة الأخيرة. ليش؟ عشان رجال الشرطة ما كانش عنده وقت بالآونة الأخيرة تحرر أو تكون على الشوارع عشان تحرر مخالفات بسبب الحروبات اللي صارت بسبب الحرب. يعني مؤقتة بس فترة الحرب، لا إسا كملوها، ما صدقوا عليها، ما صدقوا بالضبط، إسا مستمرة. وليش هذا الزلمي بيسألنا عن يعني عن هاي الكاميرات؟ هو بده يعرف، بده ياخذ احتياطاته الزلمي، بده يقول لك بدي اعرف انا ايش هاي الكاميرات توثق، ايش هاي الكاميرات، اي مخالفات هاي الكاميرات تحرر، فبده ياخذ حذره من باب الحذر. ياخذ حذره فعلا. اوكي، في كمان سؤال هنا كمان وصل بالواتساب، وصل
سكرتارية البرنامج بحكي إنه هيك تحياتي معك فؤاد من عيلبون. وين عيلبون هاي؟ عيلبون أستاذ بسام بس حد المغار، تيجي قرية حد البلد بلد قرية المغار 8000 9000 لا صحيح لا صحيح نعم. إذا هيك معكو فؤاد من عيلبون، بدي أسأل إذا ممكن أسوق السيارة وإيدي على الشمال، إيدي الشمال مكسورة وعليها جبصين كمان قبل ما تجاوب. سؤال مهم. رقم تلفون للناس، أي واحد بقدر يتصل يبعث أسئلة، أعطيكم الرقم 052 461 9020. أخرى مرة مشان أي حدا بده يبعث سؤال للعزيز المحامي رافت أسدي لهذا البرنامج، برنامج مخالفات على الطريق، ما عليه إلا أن يكتب أن يتصل إلى الرقم أو يبعث واتس أحسن شيء واتس أب 052 461 9020. كونوا على اتصال معنا ونحن في غضون ذلك نواصل الاستماع إلى أجوبة رأفت أسدي المحامي رأفت أسدي، والتي هذه المرة تتعلق بأحد سكان عيلبون، بديش أقول قرية لأنه بطل في قرى بالمجتمع العربي، كل بلدة عيلبون. وهو بيقول إنه أنا بسوق، هل مسموح لي أسوق سيارة وإيدي الشمال مكسورة؟ سلامتك أول شيء. مش بس هيك وعليها جبسين كمان. صحيح. تفضل إلك الجواب إلك. أستاذ بسام، ممنوع منعا باتا تسوق سيارة بإيد واحدة. إذا أنت سوقت حتى سيارة، حتى لو أني حامل ولد صغير بإيدي؟ ممنوع تسوق وأنت حامل ولد صغير بإيدك بالسيارة. أنت لازم تسوق وأنت حاطط إيديك التنتين على المقود، أو ما يسمى باللغة العربية الشعبية سواقة، سواقة السيارة ممنوع، مجبور تحط إيديك. اللغة العبرية دائما نستعملها برضو الهيج. الهيج 100%. أما باللغة العربية أجمل سواقة. صحيح. مجبور بلهجة حيفا سواقة بالهمزة. صح. مجبور تحط إيديك التنتين. إذا أنت ما قدرت بسبب طبي، أنت ممنوع تسوق سيارة. إذا لا سمح الله سوقتها بإيد واحدة وشرطي شافك، بحق له يعطيك مخالفة اللي هي دعوة لمحكمة. ليش؟ عشانك أنت سوقت سيارة وأنت فش إلك سيطرة عليها من إيديك التنتين. إسا لو إنه إيدك مش مجبصني فش عليها جبصين أستاذ بسام، أنت سوقت بإيد واحدة، كمان بحق للشرطي يعطيك مخالفة اللي هي مخالفة بسيطة 100 شيكل، مخالفة بسيطة اللي هي 100 شيكل وبدون نقط. 100 شيكل لو على الأغنياء بسيطة بس. صحيح. أما لما الإيد مجبصني وأنت سوقت فيها، هاي مخالفة تاني بالمرة اللي هي دعوة لمحكمة، وفي احتمال الحاكم يسحب عليها الرخصة، فمخالفة مش هويني. بدي أحاول أشرح إشي من وجهة نظري مش كمحامي، وأنا ما كإنسان عادي. لما واحد بيسوق سيارة ومش ماسك المقود أو السواقة بيديه ثنتين، ليش بيقولوا خطر وممنوع؟ ما هو بيقدر بيده ويضلها ماشي السيارة. المشكلة حسب تقديري، وهذا الإشي مش من عقلي، علمني إياه معلم السياقة تبعتي قبل عشرات السنين، قال لي محتمل وانت ماسك بيد واحدة تطلع السيارة، تطلع عجل السيارة تطلع على حجر كبير، والحجر هذا يجي العجل على طرفه يخلي السيارة تميل لجهة معينة، وإذا صار إشي من النوع بتقدر تميل، بيقدر اللي هيجي المكود السواقة بتقدر تصير تلف وبتقلب 100%. هاي واحد من الأسباب اللي لأجلها ممنوع أنت تسوق بإيد واحدة. يعني بقدرش أثبت السيارة بإيد واحدة إلا بإيد تانية. 100%. عشان هيك القانون بمنع هاي الشغلة. أسئلة شيكة وأجوبة شيكة. تعال أول شيء نذكر الناس، في حدا بده يتصلنا اتصل لبرنامج مخالفات على الطريق، خذ ورقة وقلم، وجه أي سؤال للمحامي رأفت أسدي. بذكر الرقم مرتين، خليكم تلحقوا تجيبوا ورقة وقلم. الرقم هو 052 461 9020. كمان مرة رقم التلفون الذي ممكن إرسال واتس عبره، واتس مزبوط؟ واتس صحيح. 052 461 9020. حلو، هي بتأشر لي إرام، تقول لي كمان هسه ظاهر على الشاشة 052
4 6 1 90 20 خلوه هيك كذا نص دقيقة وإحنا بنكمل. تفضل هسه سؤال كمان سؤال الثاني جاوبناه مزبوط؟ صحيح. ممنوع. صحيح ممنوع منعا ما بس. ما كان منعا بس. ولو توسطت أنت ولا شو احنا بنتواسط انت كمحامي شو بدك احنا بنتواسط احنا بنتواسط استاذ بسام هاي بعد اذا صارت الغلطه شو انت وظيفتك بدك بده يجي لك كمحامي يقول لك استاذ رافت اسدي عندي مشكله سكت بالسياره وكانت ايدي مكسوره وجبسين وهيك وهذول جنوني جايبين موديني مكتوب على محكمه وهيك شو بتقول له؟ هاي الشغلة أستاذ بسام هاي في إشي اسمه سر المهني. هاي سر المهني يعني ادعاءاتنا كمحامي دفاع. لا هاي إحنا قصدي لا قصدي نوصل هاي بس قصدي لما واحد يكتب لك هيك تقول شو بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله كيف يسوق بالله مش لا مش لهالدرجة إلى أي درجة مش لهالدرجة. أنت بتتفاجأ كونك كإنسان بس كونك كمحامي أنت لازم تدافع عنه هذا الإنسان اللي وصل لمرحلة اللي هي ظرف طارئ تدافع عنه. أكيد أكيد فش ولا أي مشكلة اللي هي مشكلة بتنحلش أستاذ بسام. كل مشاكل السير بتنحل كل مخالفات السير بتنحل. واحد سمعنا بيقدر يوجه أسئلة زي ما بده بيقدر يوجه للرقم تعطينا الرقم كمان مرة إيرام رقم يكون بيظهر على الشاشة وهذا الرقم من خلال هذا الرقم بيقدر يوصلك وبيقدر يوجه أسئلة وإذا في أشياء يمكن أصعب اللي يحتاج يحكي معك فهو يكتب أي مشكلة أستاذ بسام من عيني ترجعوا لهم اللي أكيد 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 نرجع لكل شخص بتوجه إلنا باستفسار بسؤال ومنساعده من كل قلبنا. يمكن وقفتك بنص الجواب قبل شوي كمل ولا أسأل أخرى سؤال أسأل كمان سؤال. مرحبا سيلين من حيفا في اسم سيلين؟ في نسرين وفي سيرين وفي هاي اسماء حديثة في سيرين في سيلين في اسيل في لالين هاي مش اسماء بس زمان بس اهل حيفا اكثر بتعلموا الاسماء من الشمال من لبنان ومن صحيح صحيح انا يعني في اسماء ما كانتش عندنا تظهر اليوم هاي اسماء حديثة خصوصا اسامي البنات صار الاسم يحلل بنت يعني بنت اسمها حلو ياثر على كيف الواحد بنظر لها صحيح على كل الشباب كنا نقول اسم عم سمى اليوم اسم على مظهر او على مزبوط صحيح الواحد بيشعر بالاشياء يعني مع انه دائما هو الاسم دائما اللي بيقرر الاشي هو حامل الاسم يعني إذا تقول مثلاً سيرين نسرين سيلين ما أعرفش ملان أسئلة أسماء حديثة صح بالزمان كنا نسميها جرسارة عايشة فاطمة صحيح حلو اليوم تغيرت هاي الأسماء بطلت شائعة حلو حلوات كمان الأسامي زمان كانت حلوة بس يحكوها ما يقول لكش احمد يقول احمد صحيح يقول لكش محمد يقول محمد يعني برضه هذا بياثر على الاسم لا صحيح تعال نرجع للاسئله اذا بتقول لك سيلين وهذا اسمها كثير حلو من حيفا انا سائقه جديده ناهيه حدا شاء اوكي فتت في شارع مكتوب فيه ممنوع الدخول يعني كنيسه ولما وقفني الشرطي أعطاني محكمة بدي أعرف شو ممكن نعمل تلفل إلى أسدي أيضا كم عندي أول إشي أستاذ بسام كل شخص بأخذ أو بحصل على مخالفة قبل ما يخطي أي خطوة قبل حتى ما يدفعها أو يفكر يدفعها ليش للدفع في أبعاد أنت اليوم أخذت مخالفة وأنت شاكك أنه هاي المخالفة مخالفة غير قانونية أو مخالفة باطلة أو مخالفة أعطاك إياها الشرطي بس عشانه بده يعطي مخالفة وهاي الإشي للأسف بيصير بس عشانه بده يعطي مخالفة يحرر كل السجل تبعه للأسف الشديد هذا الإشي بيصير يعني حسب حالته النفسية فعشان وعنده حالته النفسية بقدر يقول
بدي أعطيه أو حسب ردة فعل السائق. كل ما تكون ردة فعل السائق، أنا بحكي لك من تجربة شديدة، هذا بحمس الشرطي يعطيه المخالفة. وإنما إذا بتكون مؤدب مع الشرط، تعامل معه بطريقة حلوة، بتجاوبه بطريقة حلوة، الكل بغلط، كل إنسان بغلط وكل سائق بغلط، في احتمال كمان يتساهل معك ولا يحرر لك مخالفة بنهاية المطاف. بس كل شخص بأخذ مخالفة، رأي شخصي إنه يكون نزيه معه، لا منيح ولا مش منيح، باستقامة. ما بأيد مثلا إنه شرطي يعطي مخالفة للسائق لأنه محبوش، ومن ناحية ثانية ما بأيد إنه ما يعطيهوش مخالفة لأنه مليح أو لأنه عمله مليح. بس أنا بقول لك رأيي، أنت طبعا أنت أشطر مني، أنت أكثر بتحكي قضائي مش صحيح، مش شخصي. إذا أحسن إشي، لما هاي نصيحة، هاي تيب، هاي نصيحة من محامي، مسكك شرطة وانت عامل المخالفة سلوكيا، لازم تكون معه، لازم تحكي معه بطريقة 100% يعني. بطريقة مؤدبة، مش لازم احنا كيف ما بقولوا نتجافص مع الشرطة او نحكي بطريقة مش محترمة. في ناس اللي بوصلوا لمرحلة، يعني انت حررت له مخالفة، في ناس بوصلوا لمرحلة شتائم أو لمرحلة عنف كلامي، عنف كلامي مش مفضل ومش محبذ نوصل لهاي المرحلة. بما أنه سيلين سألت هيك سؤال، أنا حسب رأيي أول شيء لازم تستشير محامي ملم بهذا الموضوع. بقدر الناس يجوا عندكم حيفا فيش صواريخ فيش صواريخ سيلين، يعني هسه هادي بالها في حيفا. صحيح، فلازم تستشير محامي أخصائي بهاي المواضيع. إذا هي حصلت على مخالفة اللي هي مخالفة دعوة لمحكمة حسب كيف ما هي تفضلت بالسؤال، أنا حسب رأيي أستاذ بسام هاي المخالفة باطلة. ليش؟ إذا أنت دخلت شارع ممنوع الدخول، أو ممنوع أنت دخلت بالمسلك اللي هو مش ممنوع الدخول فيه، أو بالمسلك العكسي، حسب القانون، حسب البند بالقانون، لازم الشرطي يحرر لك مخالفة اللي هي 500 شيكل وست نقاط، ممنوع يحرر لك دعوة إلى محكمة. فعشان هيك لازم تستشير محامي قبل ما هي تروح على المحكمة. يستشيروك، خلينا نكمل، مش أي مشكلة، خلينا نكمل. يعطيك العافية، بدي أستفسر شو بأخذ بالمحكمة إذا مسكوني سايق وأنا شارب، يعني شارب كحول. معكو هاني من عصفيا، شو ردك رفت أسدي؟ إنه واحد شارب ومسك شرطي، وأحيانا دير بالك وانت طالع من حيفا ومن محلات ثانية ما بتشوف سيارة شرطة اللي واقفة على جنب، وقفك بفحص لك نفسك 100% يعرف انه 100%. انت شارب ولا مش شارب؟ شو نصيحتك انت؟ شو نعمل؟ لحظه بيقولوا لي متاسف، بيقولوا لي لازم تفوت فقره دعائيه، فاصل يعني فقره دعائيه وبعدها بنكمل من فضلك. ولا يهمك استاذ بسام. اوكي، كمان مره، هاي المره يسرى برانسي بتقول لي لما تشوف الصوره ابدا احكي. هيني شفت الصوره راح ابدا احكي. على فكره كثير مهم انه يعني ننتبه، الجمهور ينتبه في الاشياء، في اشياء بسمعها بالتلفزيون عندنا مثلا اشياء مهمه، يعني لما بنحكي بنجيب رافت اسدي، محمد رافت اسدي، وبيحكي عن اشياء ووضحها كثير مهم. القصد هي الناس يشوفوا، الناس يوعوا، الناس ينتبهوا للأشياء. معنا عدد من الناس اللي الوقت قاعد برمع بسرعة، أنا بقترح أسدي، محامي أسدي، نجاوب بسرعة. طيب بسرعة، فيش أي مشكلة. في هنا سؤال، مرحبا، بحكي سليم من ذات الكرمل، بدي أسأل إذا مسموح إنه شرطي يعطيني جزاء أو إيش من النوع على تجاوز من اليمين، يعني بالسيارة ماشي لازم مع تبع القانون يكون
تجاوزها من جهة الشمال 100%. القانون بيقول بموت خوف هذا التجاوز. صحيح. يعني مين موت خوف هذا؟ هاي من أخطر المخالفات أستاذ بسام. إذا أنت تجاوزت من اليمين من المسلك اليميني أنت معرض لمخالفة. الشرطي بحق له يحرر لك مخالفة اللي هي 500 شيكل مع 4 نقاط. فهاي المخالفة كمان مخالفة خطيرة ومخالفة تؤدي إلى حدوث حوادث طرق. فعشان هيك هاي التجاوز من اليمين ممنوع منعا باتا بكل الحالات. حتى ولو انت مشيت بشارع اللي هو شارع فيه ضغط او مثلا ما كانش عندك امكانيه تمرق من الشمال ممنوع تمرق من اليمين. اوكي. بدي اذكر انه رقم التليفون اللي يمكن من خلاله ارسال اسئله او طلبات او اي شيء يتعلق في برنامج مخالفات على الطريق مع المحامي رأفت أسدي اتصلوا. هيو على الشاشه مكتوب عاملين حلو كثير. انت بتقول لي محامي رأفت أسدي بكل المقدمه الانترو بجنن باللغه المهنيه. المقدمه هاي الاول اسمه انترو واخره اسمه اوترو. ف كمان تعرفوا اشياء جديده. فبكل رأفت أسدي محامي رأفت أسدي بكل الانترو بجنن. انا بدي اقول لإرم ولا يسرى انه الرقم مش بس الرقم شو بدي اسميه يعني هذا اللي بيظهر على الشاشه بكل الاحوال اللي هو رقم 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 التليفون يمكن من خلال الوصول ل اسدي للبرنامج. بدي ودي اسئله هيك 052 461 9020. كمان مره 052 461 9020. اكتبوا اسئلتكم مفعول به منصوب. صحيح. واحصلوا على الاجابه مباشره. كونوا معنا دائما. اعود اليك المحامي رأفت أسدي. اوكي. انا من الناصري ميساء. انا من الناصري. حكينا عن اسامي الجيل الجديد من الصبايا. اكثر بيبرز على الصبايا على فكره. الشباب اقل الاسم مع انه برضه في اسماء ميساء كثير مميزه يعني الشباب وخصوصا بالجليل. هناك كمان زي ما كنا متأثرين من لبنان من سوريا. هنا كمان في المثلث أو كمان في الجنوب في راط. ولكن أقل أكثر إشي منطقة حيفا طمرش وعامر الناصر كثير فيها أسامي. مش بس يعني مش بس هي الغريبة. خلينا نرجع بسرعة على الأسئلة اللي يخلص الوقت. مرحبا ويعطيكم العافية. معكم ميسا من الناصري. أنا خلقت من جديد وبدي أعرف إذا بنفع ابني يقعد خلفت مش خلقت عفوا انا خلفت من جديد وبدي اعرف اذا بينفع ابني يقعد جحدي بالسياره صار عمره 6 اشهر. جاوبنا هسه على السريع خلينا نخلص كل الاسئله. مسموح ابنه يقعد بجانبها استاذ بسام حتى ولو عمره 6 اشهر حتى ولو عمره 7 اشهر 8 اشهر لمده سنه او اكثر بس اذا كان بسله اللي هي سله الطفل ووجهه مش لاتجاه السير وانما معاكس بطريقه معاكسه. وكمان شرط بقول لك هسه بقول لك ليش. وكمان شرط بقول القانون انه انت لازم ما تشغل الكريات الهوائيه او الاكياس الهوائيه او ما يسمى باللغه العبريه كريوت افير. لازم انت تطفيهن ممنوع تشغلين. ليش عشان كيف بتطفيهن؟ بتفتح شيء اسمه اير باكس وبتطفيهن ممنوع تشغلهن. فعشان هيك مسموح لابنه يكون حدا بالاتجاه المعاكس تبع السير احسن ما يكون معرض لا سمح الله لحادث طرق او الاكياس الهوائيه تفتح مره واحده. اوكي الاكياس وحادث طرق مفهوم بس ليش مثلا عكس السير؟ عكس السير هذا بذكرني بموقع في سوريا. كتب لي مره صاحب الموقع قال لي انا هيك بشوف بانيت بتابعت انا بعمل اليوم برنامج اسمه عكس السير في دمشق. حبيت اقول لك بس عشان اذا لا سمح الله بقول لك هو كتب لي حبيت اقول لك اتفضل. عشان اذا لا سمح الله كان باتجاه السير وجهه باتجاه السير والسائق كان غلطان او ناسي يطفي الاكياس الهوائيه فالشيء بضره اذا لا سمح الله اصطدم او عمل حادث طرق. خطر يعني. فعشان هيك البند بجبرها يتلف يعني تلف السله للجهه المعاكسه. وان شاء الله بتخلفي كمان وتكون والف مبروك للاخت ميساء. تكوني دائما بالسلامه ميساء. سؤال اخر حمودي عاصلي من عرابي. اذا مسكت على سرعه 160 بدل 90 مع اني ما كنتش لحالي على الشارع وانا متاكد انه الشرطي غلطان
اعطاني دعوة لمحكمة واعطاني دعوة اروح بكرة عند ضابط امن او ضابط سير. برايكم بيسحبوا لي الرخصة؟ انا لو اني محلهم بسحب لك الرخصة. 160 بدل 90 يا رجل. الله اعلم استاذ بسام، يمكن الشرطي بتعلق بالمحامي، اذا المحامي شاطر بيدبر حاله. الله اعلم. اول شيء لازم يروح مع محامي، يستشير محامي قبل ما يوصل لمرحله انه بده يروح عند الضابط. اكيد اعطوه دعوه لمحكمه، اغلب الاحتمالات يسحبوا له الرخصه الا اذا كان عنده ادعاء صارم انه هو ما عبر هاي السرعه، وعشان هيك لازم يستشير محامي مختص بهاي الشؤون يجي معه على المحكمة. وكونه اتفضل بالسؤال قال أنا ما كنتش لحالي على الشارع، يمكن هو استشار حدا اللي هو مختص بهاي الأمور. لما الشرطي يوجه الليزر عليك بالأجهزة مجبور أنت تكون لحالك بالمسلك اللي هو وجه الليزر عليك، فعشان هيك أنت ممنوع يكون معك سيارات أو مركبات. الأشياء بتعرفها أنت، مركبات تاني أنت محامين، منين بتعرف هالأشياء؟ يعني مثلا ولا عمري فكرت، طلع التفكير أنه إذا أنت ماشي لحالك بساعات الليل، ساعات الليل لازم تكون لحالك عشان أنت، عشان الشرطي يوصك. إذا لا السرعة. الماكينة بتشتغلش منيح بتكون 100% يعني. الجهاز ما بيشتغل منيح، في احتمال يكون معين على سيارة تانية كانت من خلفك أو أمامك. كان لي نظري صح، احتمال نظري صحيح. السلام عليكم، معكم أبو عمر من شفعمر، كنت بانتظاركم عشان بدي استفسر إشي مهم بالنسبة لابني. كان ماشي بالسيارة بالبلد وفجأة نط ولد على الشارع وابني دهكو. يا لطيف، هاي حكينا عليها بداية الحلقة. أوكي، بدي أعرف شو ممكن أعمل بهاي الحالة، وإذا ابني مذنب واخذوا له الرخصة. حكينا عن إنه محتمل يصير، ما ساعدك واحد سألك شو أعمل بعد ما وقع الفاس بالراس بيقولوا عند الفلاحين. صحيح، أنت ماشي بالشارع أستاذ بسام لازم أنت تتوقع يعني تتوقع انه طفل او عابر سبير ينطلك بشي محل، ينطلك بين سيارات، حتى ولو انت ما، حتى ولو ما كان ممر مشاه. بالنسبه لقضيه القضاء اذا انت مذنب ولا لا، بهاي الحاله اذا هو مشي بين سيارات وانت ما شفته ونطلق عن الشارع، اغلب الاحتمالات انت مش مذنب. بينما اذا كان على ممر المشاه، الولد مشي على ممر المشاه وانت اصطدمت فيه، انت مذنب و100%. فعشان هيك انت اذا كنت ماشي بقلب البلد ب 30 كيلومتر بالساعه، انت ردت فعلك بتكون لحديت 5 امتار بالضبط. هاي من ناحيه حسابيه، من ناحيه فيزيائيه، انت مشيت 30 او 40 متر بالساعه كيلومتر بهاي السرعه، انت الاحتمال انه انت توقف استاذ بسام هو بس 5 امتار، يعني المرحله او البعد بس 5 امتار، يعني في احتمال كبير انت تصطدم فيه. فكمان نصيحه لجمهورنا السائقين من منصة قناة هلا، بهاي الحالة بهاي الأجواء، إسا إحنا عنا فصل الخريف وعنا الشتاء غزير، فعشان هيك لازم نخفف السرعات بالبلدات العربية وبالشوارع السريعة، لازم نخفف السرعات. أنت إذا مشيت 150 وسائق تاني مشي 100، هذا بقولش انه انت توصل قبله، انت بتوصل قبله بس بدقيقه او بدقيقتين، مش دائما، ومش دائما. فعشان هيك لازم نخفف سرعتنا. مرحبا، معكم كيتي من ترشيحه، معلوت ترشيحه. ها، بدي اسال ترشيحه هي بلد ترشيحه، بدي اسال اذا عندي 20 نقطه على مخالفتين وين تمنحهم النقاط عشان فيش عندي وقت اعمل كمان كورس هيك، يعني ما عندناش وقت، ما عنديش وقت. تعلمش عنده أخلاق تعمل، تعلمش سواكة. بس أنت عندكم، أنتوا المحامين شاطرين، عندكم دائما حلول. بهاي الحالة العشرين نقطة أستاذ بسام إذا هي بهدلول السنتين اللي بعد المخالفتين كانت نظيفة وما عملت مخالفات، هدلول العشرين نقطة بنمحوا. بينما إذا وصلت، شوف الفرق، شوف القانون إيش بقول لك، إذا وصلت أنت عديت 22 نقطة، أنت مجبور تكون 4 سنوات نظيف عشان 22 نقطة ينمحوا لك. فإذا كونها هي عند 20 نقطة، النقاط بنمحوا بعد سنتين، بس على شرط القانون بيقول لك ممنوع تعمل مخالفة. حلو، آخر سؤال قبل ما ننهي، مع أنه وقت البرنامج انتهى زمان نسبيا. سلامات، معكم سامر من القدس. إذا أنا عملت حادث طرق وكل أضلاعي مكسرة سلامتك ألف سلامة، وعملت عملية بالمستشفى، حابب أسألكم إذا القانون بيجبرني أحط الحزام، حزام الأمان.
أستاذ بسام، القانون بجبر كل إنسان يحط حزام الأمان. إذا أنت عندك خلل أو ضرر أو سبب مقنع طبي، مجبور تجيب من أخصائي، من الطبيب تبعك، أنه أنت ما بتقدر تحط حزام الأمان. وإذا جبت مستند طبي بتروح على دائرة السير، دائرة السير مجبورة تعطيك الموافقة. بعد ما تعطيك الموافقة أنت بتقدر تسوق بدون حزام الأمان. إذا وقفك شرطي بتعطيه الموافقة من وزارة المواصلات، وهو ما بحرر لك مخالفة بنهاية المطاف. المحامي رأفت أسدي، إذا حدا بده يبعث لك أسئلة بالواتساب، كمان مرة بذكر 052-461-9020. هاي كمان مبين على الشاشة، حلو كثير، مرتب كثير، برافو على الكنترول عنا. 052-461-9020. ايش كنا احنا كيف بنت البرنامج باوترو، بيبدا بانترو بيبدا من هاي معلومه أوترو. جديده انا عرفتها، شكرا لك استاذ بسام. هاي مصطلح بالصحافه العالم الصحافي، انت مش لازم تعرفه يعني، مش بتحتاجوش نكون انا بكفيني المصطلحات القضائيه بالضبط. ان شاء الله الله ينجحك بالأشياء اللي تعملها، والله ينجحنا بخدمة الناس كلها، وإنه نزيد التوعية عند الجميع. وهذا إشي مشكلة يعني، إنه التوعية جانب مهم بالحياة. نكون بدي أشكركم، وهينا مع الأوتر، وشكرا وإلى اللقاء.